احنا رحب بالأول حضرتك. بنقول يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. يعني ونعم بالله. ربنا عز وجل هو اللي بيفرج الهموم وهو اللي بيزيل الكروب. ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. ونعم أكتر بالله. مزيلات الهم الذكر، تمام كده؟ دي ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تمام. اما ربنا انزل السوره دي على النبي صلى الله عليه وسلم، هي الاول انزلت تسريع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان في الوقت اللي كان فيه الرسول عليه الصلاه والسلام مضطهد من قريش ومن الكفار، وما راح يدعو في الطائف ورجع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما نزل عليه ملك الاخشبين وقال له يا محمد لو امرتني لاطبقت عليهم الاخشبين، قال عسى ان يخرج من اصلابهم من يشهد ان لا اله الا الله. الله في الفتره دي كلها كانت فتره ايه؟ عسر. طبعا ما كانش في اكتر من كده عسر. فربنا عز وجل بيقول له الم نشرح لك صدرك وجبها. الم نشرح مش قال له قد شرحنا، لا ده بيقول له الم نشرح، ده شرح الصدور ممتد معانا، مش دلوقتي ولا هو فعل ماضي وخلص، لا ده كأن ربنا عز وجل بيقول لنا كل ضيق بيحصل لا له شرح للصدر، كل مشكلة هتحصل فيها شرح للصدور. عشان كده قال لنا ألم نشرح، وقالها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالها لنا احنا كمان، ألم نشرح لك صدرك. ايه تاني؟ ووضعنا عنك وزرك. ايه الاوزار وايه السيئات وايه الهموم اللي انت الذي انقض ظهرك؟ يعني كأن الهموم اللي احنا شايلينها دي يا جماعة والاوزار اللي احنا شايلينها عملت ايه في ظهرنا؟ يعني يقول لك شايل هم قطم ظهره، لان الظهر او الظهر معروف ان هو مكان القوة والاستقامة. فما يقول ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، والنتيجة كانت إيه؟ ورفعنا لك ذكرك. إحنا بنقول في الثلاث آيات دول حاجة تانية، بنقول إيه؟ ألم نشرح لك صدرك، فيها تهيئة. وإيه كمان؟ ووضعنا عنك وزرك، فيها تخلية. ورفعنا لك ذكرك، فيها تحلية. يا جماعة القرآن كله سرور. القرآن حل المشاكل الدنيا كلها. ألم نشرح لك، كأنه بيهيئ القلوب وبيهيئ النفوس. أدي واحدة. تاني حاجة الهموم اللي انت شايلها والكروب اللي انت شايلها وده اللي من عليك، احنا هنرفعها عنك. احنا هنرفع اللي قطم دارك، بس احنا عايزين انت ما توطيش، لان انت لازم ذكرك يكون مرفوع فوق في السماء. سبحان الله. ورفعنا لك ذكرك.